الأهداف بتعمل تأثير وفي نفس الوقت تغيير. أحمد مدبولي تسديده وبتغير اتجاهها وجول جول 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 جول. هدف أول، هدف أول في الدقيقة 55. تسديدة قوية جدا جدا، بتغير اتجاهها وتسكن الزاوية اليمين. وآدي الدراويش، مش بقول لحضراتكم تجيش نعيش ونلعب لعب الدراويش. تسديدة وكرة ثابتة تغير اتجاهها علشان تغالط محمد الشناوي. بص شوف الحكاية وبص شوف الرواية، بتخبط في محمد حسن وتغير اتجاهها. بيطالب لعيبة النادي الأهلي براية وصفارة أو بلمسة يد، لكن هنشوف العبارة. آدي مدبولي وآدي محمد حسن اتحرك من الخلف للأمام 10 على 10 علشان يغير مسار الكرة ويتعادل للدراويش في الدقيقة 55. 1-1 والغندور منتظر القرار من حكام الفار. وآدي المساعد الأول، المساعد الدولي أحمد حسام طه. كرة صعبة، كرة هتحتاج لقرار من حكام الفار، لكن الأهداف زي ما قلت لحضراتكم بتعمل تغيير وبتعمل تأثير. آدي بداية الحكاية، الخطأ من رامي، ضغط ديانج وارتكب خطأ وخد كارت. اتنفذت الضربة الحرة المباشرة قوية من أحمد مدبولي لكن غير سكتها اللاعب محمد حسن. هيتأكد الغندور من صحة القرار وهل هدف أم سيكون هناك قرار. آدي اللقطة في الإعادة، خبطت في فخده، خبطت في إيديه. الكلام لأحمد الغندور بعد المشورة مع حكام الفار حسام عزب ومساعده عمر فتحي. هنشوف القرار، ولقطة من نار. جمهور الدراويش بيمني النفس بهدف تعادل يعيد اللقاء من جديد إلى نقطة البداية، وجمهور النادي الأهلي عايز يستمر في تقدمه وفي مواصلة المشوار وخطوة جديدة نحو اللقب. هنشوف القرار، وأحمد الغندور احتسب لمسة يد، والنتيجة حتى الآن أصدقائي تقدم النادي الأهلي بهدف بيرسي تاو.